مساء الخير وسعادة على حضراتكم جميعا. خلينا نبتدي مع حضراتكم حلقتنا النهاردة باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. ووزير الخارجية الروسي نقل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا كان هناك موضوعات للنقاش، موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والإعراب عن أهمية، يعني الأهمية اللي بتوليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي ما بين مصر وما بين روسيا. وكمان من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين مثمنا سيادته مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة طبعا في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية. كمان من الجانب الروسي أطلع وزير الخارجية الروسي السيد الرئيس على آخر تطورات الأوضاع في الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي. وفي هذا السياق شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة، مؤكدا سيادته دعم مصر لكافة المساعي اللي من شأنها تسريع وتيرة الأزمة، تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. حول هذا الموضوع هينضم لنا على التليفون الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة ليفاندوفسكي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. مساء الخير على حضرتك، ويعني كيف ترى المساعي المصرية في مسألة سرعة تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يعني الحلول الدبلوماسية وتغليب الدبلوماسية لحل هذه الأزمة؟ مساء الخير فندم، ومساء الخير على السادة المشاهدين. بالطبع يعني إمكانية وجود مساعي مصرية جادة لمحاولة حل الأزمة الروسية الأوكرانية هي يعني بشكل نظري لها فرص كبيرة جدا. لماذا؟ لأن جمهورية مصر العربية لديها علاقات قوية جدا مع الجانب الروسي، ثم أن أي اتفاق يمكن حتى وإن كان بشكل ثنائي بين مصر وبين روسيا مثلا في مجال تصدير الحبوب، في أي مجالات أخرى، يمكن أن يكون بشكل أو بآخر بادرة يعني لتسييل القيود على تصدير مثلا الحبوب الروسية، تصدير الحبوب الأوكرانية وما إلى ذلك. لذلك حتى عندما نظرنا إلى اتفاق إسطنبول الأخير كان تم وصفه بأنها بادرة جيدة جدا، وحتى إن كانت بعيدة عن الجانب السياسي وبعيدة عن الجانب العسكري ولكنها كانت بادرة جيدة لمحاولة حل الأزمة الأوكرانية الروسية بشكل أو بآخر. ولكن بعيدا عن فرص هذه المساعي، نريد أن نؤكد أن جمهورية مصر العربية هي دولة في غاية الأهمية وتمتلك مكانة مهمة جدا داخل السياسة الخارجية الروسية. السياسة الخارجية الروسية تنظر إلى مصر ودورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام وكأنها البوابة الرئيسية، البوابة التي يمكن من خلالها أن تمر روسيا وأن تقوي علاقتها مع دول منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا. لا ننسى أن تم يعني البدء أو تمت القمة الأفريقية الروسية في عام 2019 عندما كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقي، وحضر هذه القمة كما نتذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصاد الأخير في سان بطرسبورغ. كانت هناك كلمة مهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين جميعا داخل المنتدى. أنا بنفسي كنت داخل هذا المنتدى ونظرت بعيني بأن هناك اهتمام أو كان هناك اهتمام كبير من كل المشاركين لهذه الكلمة، خصوصا أن مصر كانت ضيف شرف للمنتدى 25 لهذا العام. بشكل مختصر مصر أو روسيا تنظر لمصر على أنها الشريك الأهم والشريك رقم واحد لروسيا في منطقة الشرق الأوسط في أفريقيا، وتريد روسيا دائما
عندما تريد التحرك داخل أفريقيا أو داخل هذه المنطقة دائما تتحرك من خلال الموافقات أو التصور المصري، التصور المصري للعلاقات الروسية مع الدول الأخرى في هذه المنطقة. وهذا أمر واضح للجميع، لأننا منذ عام 2013 منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، وروسيا بدأت علاقات أو حقبة تاريخية جديدة مع مصر ومع المنطقة ككل. وكانت البداية مصر، كانت البداية مع مصر، لأن يعني بعيدا أننا ممكن أن نتهم بالتضخيم وما إلى ذلك، لكن تظل مصر وتظل الظروف الحالية في العالم والجولة الأوروبية للرئيس مصر الأخيرة وزيارة الرئيس الأمريكي إلى 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 أو إلى المنطقة وحضور طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، يعني الأمور كلها تؤكد على الدور المصري بشكل عام تاريخيا وبشكل خاص في الظروف العالمية الراهنة التي نراها هي ظروف يعني خطيرة جدا على كافة المستويات. و يعني التواصل العالمي مع مصر في هذه الظروف يؤكد على أن يمكن من خلال مصر كدولة تقع في مكان جغرافي مهم، دولة لها تاريخ مهم، دولة سياسات الخارجية متزنة على الدوام ولا تقف في أي معسكر، صحيح، سواء غرب حالة من الحياد الإيجابي للدبلوماسية المصرية. ويمكن دكتور عمرو المبادرة المصرية داخل جامعة الدول العربية وما تم اليوم لكلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي رافروف أمام جامعة الدول العربية، وما تم من قبل في زيارة يعني الوزراء المعنيين ل موسكو، ومسألة يعني الحديث عن القضايا الإقليمية وأيضا عن الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف ترى هذه المبادرة؟ المبادرة طبعا في غاية الأهمية. منطقة الشرق الأوسط بشكل عام هي منطقة يعني نقول للأسف تعتمد بشكل أو بآخر على القمح الروسي والقمح الأوكراني. لذلك مبادرات أي مبادرات خاصة مع روسيا في هذا الاتجاه أو في أي اتجاه لا يمكن لنا بشكل عام أن نفصل بين الاقتصاد والسياسة وبين السياسة والاقتصاد وحتى بين العسكري، لا يمكن لنا أن نفصل بين هذه الملفات. صحيح. لذلك الملف الاقتصادي هو الأهم بين المنطقة ككل، منطقة أو دول أو جميع الدول العربية وروسيا. هناك وهنا دكتور عمرو نقدر نشير إلى استمرار تنفيذ المشروعات الروسية في الداخل المصري مع كل التحديات العالمية، نتحدث عن مشروع الضبعة النووية، عن المنطقة الروسية داخل قناة السويس، المشاريع تنفذ في التوقيتات المحددة. بالأمس يعني كان هناك الصبة الخرسانية الأولى في محطة الضبعة النووية. بالضبط، يعني انا حتى نقول في توقيتات، ولكن تم تسريع العمل، تم تسريع سير العمل مثلا في محطه الضبعه النوويه. مساله الاحتفال بوضع الصبه الاولى لاكبر مشروع نووي في الخارج لشركه روس اتوم، مشروع يتعدى 30 مليار دولار، هو امر في غايه الاهميه، امر استراتيجي في غايه الاهميه. يعني انا كنا نتمنى طبعا ان تكون كانت هناك ظروف افضل، ظروف عالميه افضل، كان ان يكون هناك تواجد الرئيس المصري والرئيس الروسي في افتتاح او في وضع اللبنه الاولى لهذا المشروع الاهم في تاريخ مصر ككل، لان اول مفاعل نووي افريقي او في هذه المنطقه، منطقتنا في شمال افريقيا بشكل خاص، وبهذا الحجم امر كان يمكن لنا ان نحتفل به اكثر من ذلك. ولكن وتزداد الاهميه دكتور عمرو مع الظروف الحاليه. بالضبط، مع ما يمر به العالم من ازمات طاقه. طبعا يا فندم، ده يعني مشروع زي محطه طبعا نوويه، يعني شراكه استراتيجيه مصريه روسيه على المدى الطويل. امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا سيكون نقطه تحول غير طبيعيه في التكنولوجيا المصريه والاتجاه المصري لضمان امن الطاقه المصريه، ليس لسنوات عديده ولكن لعقود طويله باذن الله في المستقبل البعيد. يعني نتكلم عن المستقبل البعيد. ايضا مشروع منطقه قناه السويس او المنطقه الصناعيه الروسيه في منطقه قناه السويس امر في غايه الاهميه. لماذا؟ لان كثر الحديث في الفتره الاخيره بان لروسيا مشاريعها الخاصه في تطوير الطرق، طرق الحرير وطريق بحر الشمال وما الى ذلك، لكي لا يعتمد العالم على قناه السويس. ولكن
جذب الشركات الروسية وخصوصا شركات تصنيع السيارات والمعدات الثقيلة وما إلى ذلك على ضفاف قناة السويس هو أمر يؤكد على أن قناة السويس بإذن الله ستظل المشروع الجيوبوليتيكي الأهم العالمي لعقود طويلة قادمة، ولا يمكن لأي مشروع آخر سواء في الشرق أو في الغرب أن يحل محل هذه القناة المهمة الاستراتيجية. وطبعا نحمد الله أنها على أرض مصر طبعا صحيح. يعني التطوير في هذه الاتجاهات العديدة يؤكد أن الأمور في اتجاه جيد جدا. والنقطة الأهم التي يجب أن نركز عليها أن مصر لا تقف في الجانب الروسي ولا تقف في الجانب الغربي. روسيا أو مصر حتى في عز علاقتها القوية مع الاتحاد السوفيتي كانت هي قائدة لدول عدم الانحياز في عز الحرب الباردة. وهذا الأمر يؤكد على مدرسة السياسة الخارجية المصرية العتيقة التي ترفع لواء الحيادية الإيجابية دائما حالة من الاتزان الإيجابي. بالضبط. صحيح. طيب دكتور عمرو، عايز اروح معاك للقضايا العربيه، القضيه الليبيه، القضيه السوريه، القضيه الفلسطينيه وازمه المرتزقه في ليبيا، وتحدث عنها السيد سيرجي لافروف اليوم. يعني مصر طبعا موقفها معروف، وروسيا يتم اتهامها من حين لاخر بان لديها مرتزقه داخل ليبيا، طبعا الحديث عن المرتزقه الروس داخل ليبيا، ولكن كل هذه الامور لم يتم اثباتها بشكل فعلي حتى الان. ولكن بشكل عام روسيا مصر متفقتان تماما على عدم وجود او عدم فرضيه وجود اي قوات اجنبيه على الاراضي الليبيه، لان هذه القوات تمنع بشكل او باخر اي حديث عن حل سلمي او حل سياسي يمكن ان يتم التوصل اليه في اي وقت. لذلك الموقف الروسي وموقف مصر متقارب جدا، متوافقين بشكل او باخر في العديد من النقاط داخل الملف الليبي، وليس فقط الملف الليبي، وطبعا الملف الفلسطيني والملف اليمني والملف السوري ايضا وحتى العراقي. يعني مصر وروسيا الان، وليس الان يعني منذ فتره تزيد عن 8 سنوات، هناك توافق كبير جدا بين مصر وروسيا حول هذه الملفات، ويعملان بشكل لا نقول بشكل واحد، ولكن يتم الاتفاق بينهم على العديد من الامور داخل هذه الملفات. والجانب الايجابي في هذه العلاقه المصريه الروسيه في هذه الملفات هو ان هناك توافق شبه كامل، ولا نقول كامل ولكن شبه كامل في معظم هذه الملفات، وهذا امر جيد لهذه الملفات التي تعاني منذ اكثر من 10 سنوات منذ ايام الربيع العربي وحتى الان، وطبعا الازمه الفلسطينيه قبل ذلك كثير، ومفيد للمصالح السياسيه الخاصه بمصر، لان مصر دائما تضع مصالحها الخاصه، مصالحها الاستراتيجيه في الاولويه التي لا يمكن لها ان يتم التفاوض عليها. لذلك مصر في علاقتها مع الدول بشكل عام وروسيا بشكل خاص تتحدث او تتجه للحفاظ على المصالح السياسيه العليا لجمهوريه مصر العربيه. كان هناك ايضا تصريحات لوزير الخارجيه الروسي السيد سيرجي لافروف عن يعني مساعدة روسيا للدول الأفريقية اللي بتعاني من أزمة الغذاء، طبعا يعني لأنها المناطق الأكثر معاناة بسبب أزمة الغذاء العالمية، ولكن على حد تصريحاته الغرب يعيق هذا. كيف ترى التحركات المصرية في هذا الاتجاه؟ يعني إذا تحدثنا عن وجود إمكانية الفراغ في ملف الأمن الغذائي للدول الأفريقية الأكثر احتياجا، بالطبع بشكل أو بآخر ستكون مصر هي بوابة أو منطقة العبور أو أرض العبور لهذه الحبوب إلى الدول الأفريقية. نعلم تماما أن هناك أزمة داخل روسيا، أزمة كبيرة في مسألة التحويلات المالية ووقوع معظم البنوك الروسية تحت العقوبات. يعني في هذه الحالة كما تريد تركيا مثلا، ستكون مصر هي أرض العبور للحبوب الروسية للدول الأفريقية الأكثر احتياجا. ويبدو أن حديث وزير الخارجية اليوم عن هذا الأمر في القاهرة هو يرمي إلى ذلك، يريد أن تكون مصر أرضا لعبور الحبوب الروسية للدول الأفريقية أكثر احتياجا. ومسألة العبور هذه ليست سهلة، لأنها مرتبطة بمسائل لوجستية صعبة جدا وبمسائل مالية. صحيح. مرتبطة بعمليات تحويل الأموال وما إلى ذلك.
دكتور عمرو الديب، استاذ مساعد العلاقات الدوليه بجامعه لوباتشوفسكي ومدير خبراء ريالاس الروسي. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم. خلينا دلوقتي نشوف مع حضراتكم تقرير بيتكلم على قواعد قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة في العام الدراسي الجديد 2023، حيث صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، وكمان البكالوريوس في التربية الرياضية إناث، وأيضا المؤهلات الجامعية اللي بتمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية. نشوف مع حضراتكم التقرير ونخرج فاصل ونرجع بعد نكمل الكلام، خليكم دايما مستنيين. وافق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023 من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية بحد أدنى 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد. وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي تفاصيل وضوابط القبول ومواعيد التقدم. بدء التقديم للالتحاق، الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية أو الحاصلون على المؤهلات الجامعية للعام السابق 2021، ويبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 18/8/2022 ولمدة 18 يوم. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية وطلبة الدور الثاني لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 4/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 ولمدة 28 يوم. الحاصلون على المؤهلات الجامعية لهذا العام 2022 يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15/8/2022 حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة 32 يوم. لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق بكلية الشرطة لجميع المؤهلات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويتم تقديم تيسيرات وخدمات للمتقدمين للاختبارات في إطار من الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عمليات التقديم. لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في الحالات الآتية: عدم ارتداء الكمامة كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية، من يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته، بيتم توفير أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة. التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة هيكون إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيراً على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم، إعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة وكذا نسخ الأوراق، ومنفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، ومنفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق. ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بعدة مزايا، في مقدمتها مكافأة طوال فترة دراسته توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه، كما يحصل الخريج على كافة المزايا الاجتماعية والصحية والرياضية والثقافية المقررة لضباط الشرطة. يخضع المتقدمون لاختبارات محددة باجتيازها سيتمكنوا من الالتحاق بكلية الشرطة ليحملوا مشعل أمن وأمان هذا الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم داخل كلية الشرطة على مدار سنوات من الدراسة العلمية والعملية.
أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كل طلاب الثانوية العامة اللي خلاص خلصوا الامتحانات بيستعدوا دلوقتي لمرحلة بقى التقديم في الكليات والتنسيق. احنا النهاردة هيكون معنا في الحلقة ضيفنا الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق. مستنيين حضراتكم تبعتولنا على صفحة البرنامج وصفحة القناة الأولى، صفحة برنامج التاسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة القناة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي كل الأسئلة اللي انتم محتاجين توجهوها لأستاذنا السيد عطا عن القبول في الكليات والكليات الجديدة اللي هتكون موجودة في التنسيق، ويعني كل التفاصيل اللي تهمكم علشان نقدم في الكليات السنة دي إن شاء الله بالتوفيق لكل الناس اللي مخلصة امتحانات ثانوية عامة، واستمتعوا بالأجازة وربنا إن شاء الله يكرمكم بتحقيق أحلامكم من خلال التعليم بإذن الله داخل الجامعات اللي بتحلموا بيها بإذن الله. دلوقتي نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ويمكن قرينا أعتقد كلنا مسألة العلاج اللي تم يعني إيجاده لمرض البهاء، ويمكن كلنا عارفين أنه مرض البهاء هو مرض مناعي أو بيجي من خلل جيني يعني في الجهاز المناعي، لا هو مرض معدي ولا هو مرض مميت، لكن مرض بيصيب تقريبا يعني من 1 لـ 2% للناس في العالم. الحقيقة أنه اللي بيحصل ده والكريم الجديد اللي تم يعني إيجاده لهذا المرض ده يعني يعتبر علاج بيقدم لأول مرة في العالم، وأعتقد أنه يعني في ملايين حوالين العالم يعني كانوا في حاجة إلى هذا الدواء وكانوا في انتظار. تم اختبار الدواء ده، ويعني الموضوع دي يعني بيستخدم كعلاج للبشرة اللي بيطلع عليها البقع الخاصة بالبهاء والتصبغات اللي بتحصل في الجلد. كان هناك طبعا تجارب سريرية لهذا الكريم، واحنا بنتكلم على انه اكتر من 600 راجل وست اتحط عليهم هذا الكريم، لكن اعمارهم فوق 12 سنة. هنتكلم اكتر بالتفصيل عن الكريم ده وهو مثلا مؤثر في كل انواع البهاء، لانه في اكتر من نوع، وكمان اسعاره ايه وكل الكلام ده. هنضم لنا على التليفون دكتور محمد آل إمبابي، استشاري الامراض الجلدية. مساء الخير عليك يا دكتور محمد، ولو تقول لنا الكريم الجديد اللي تم إيجاده لعلاج مرض البهاء، هو الكريم هيعالج البقع اللي موجودة على الجلد، لكن على حد معلوماتي إنه لازم كمان يتم علاج الخلل الجيني ده. مساء الخير يا دكتور، حضرتك سمعنا؟ طيب دكتور محمد، يعني نحاول تاني نعاود الاتصال بدكتور محمد. كنت بتكلم مع حضراتكم على انه الكريم ده هيتم وضعه على الجلد، وانه التجارب السريريه اللي اتعملت اثبتت نجاح الكريم ده، تقريبا في تحسن بنسبه يعني 30% على اللي تلقوا هذا اللقاح او هذا الكريم على جلدهم، بعد 24 اسبوع لقوا تحسن بنسبه يعني 30%. في ناس كتير متعايشة مع مسألة البهاق، ويمكن كان عندنا يعني حملات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك فيها مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك فيها فنانين كمان من كل يمكن بلاد العالم على مسألة البهاق، وازاي يعني انه لازم نتقبل اي اختلاف في بعض دون اي تنمر ودون اي يعني ألفاظ ممكن تكون جارحة أو تكون تأذي الشخص ده. زي ما كنت بقول لحضراتكم، هو لا مرض معدي ولا هو مرض مميت. في ناس متعايشة معاه، وفي ناس عندها الإمكانية إنها تقدر تجيب العلاج ده، لأنه يعني هو في الآخر هيكون علاج، لحد دلوقتي هو علاج غالي، لأنه هو بيدخل تحت يعني العلاجات التجميلية. الكريم ده مش هيكون رخيص لحد دلوقتي. إحنا بنتكلم على نسبة البهاء في مصر 1.5%، وعالميا احنا بنتكلم عن نسبه بهاء من 1% ل 2% اصابه بهاء، لكن العلاج طفره كبيره في المجال الطبي، يعني طفره بكل المقاييس طبعا، ويعني كان هناك حاجه ليها. هنحاول ان احنا نوصل تاني لدكتور محمد يكلمنا اكتر بالتفصيل على يعني العلاج الجديد الخاص بمرض البهاء. خلينا نروح مع حضراتكم يعني حاجه تانيه حصلت في طنطا، واعتقد ان كلكم تابعتوها، مساله وفاه طفل بسبب ان هو شرب من كولدير مويه ساقعه كان موجود في الشارع، وهو كان يبدو انه يعني جسمه سخن كده ودرجه حرارته مرتفعه، كان بيلعب في الشارع تقريبا بالعجله بتاعته، وبعدين وقف على جنب يشرب ميه متلجه من الكولدير. ايه اللي حصل؟ الولد توفى. طيب اي حد هيشرب ميه ساقعه في الحر هيحصل له الكلام ده؟
طبعا يعني ربنا يصبر اهله ان شاء الله، ويعني ربنا يرحمه ويجعله في الجنه. لكن احنا عايزين نفهم التفاصيل الطبيه لهذه الحاله وايه اللي حصل. معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمد احمد الجزار، استاذ القلب والصدر بكليه الطب جامعه بنها. مساء الخير يا دكتور، وعايز اعرف من حضرتك، هل كل اللي يشرب ميه ساقعه متلجه، لانه الناس كلها وهي حرانه ودرجه حرارتها مرتفعه بتروح على طول للمشروبات المتلجه دي، علشان يعني اعتقادا مننا ان ده يعني بيخفض درجه حراره الجسم ويرطب علينا الدنيا زي ما الناس بتقول كده، وهل اللي حصل للطفل ان هو كان عنده مشكله ما في قلبه اصلا، ولا ايه اللي حصل؟ مساء الخير يا فندم، واهلا وسهلا على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اهلا بك يا دكتور. الله يخليك يا فندم. هي اول حاجه طبعا البقاء لله الاول في الطفل اللي توفى، وربنا يصبر اهله يا رب. وطبعا دي بتبقى حاجه صعبه قوي، وخصوصا من الموضوع المفاجئ كده وبدون اي سابق انذار، وان هو ما كانش عيان ابتلاء شديد، ربنا يصبرهم طبعا. يعني طبعا يا فندم، هي أول حاجة يا فندم طبعا دي من زمان قوي القصة دي موصوفة ومكتوبة طبيا، موضوع شرب المية الساعة أو الكولد ووتر أو اللي هي الأيسد ووتر بالذات اللي هي المثلجة، إن يتشرب والعيان بيعمل أو بالشخص العادي حتى بيعمل ورك عنيف أو عرقان أو في اكسرسايز أو يعني عرقان إن هو جسمه سخن، لعبت الكورة بتلعب بتتمرن أي تمرين. دي مشهورة جدا يا فندم من زمان قوي. ده أنا هحكي لحضرتك على حاجة حتى يعني مضحكة شوية، كانوا حتى ستاتنا زمان وإحنا خارجين من البيوت وإحنا صغيرين كده يقول لك حط شوية مية وسيبها في بقك شويه، مش كان ده بيحصل حضرتك؟ كان ليه؟ عشان درجه الحراره نفسها بتاعه الميه تاخد درجه حراره الجسم. اللي حصل احنا عندنا ثلاث اسباب يعملوا الحكايه دي، يا كميه الميه نفسها ودرجه الحراره اللي تبقى منخفضه قوي اللي بتاعه الميه، ودرجه حراره الجسم اللي هي اعلى من الطبيعي في حاله المجهود اللي معمول او الاكسرسايز اللي عرفته ان الولد كان راكب عجله يعني عامل مجهود ما كانش ماشي. فانت عندك درجه حراره جسم عاليه وعندك درجه حراره الميه منخفضه جدا وعندك الميه جاريه يعني مش حاططها في كوبايه حاجه، معظم الكولدرات ساعات العيال بيشربوا في بقهم كده على طول من ايده على طول. فاللي حصل ان الميه دخلت درجه حراره منخفضه ورا لما بتعدي من البق للمريء، المريء ده ماشي ورا القلب مباشرة. فأول ما ينزل ورا القلب أشهر سبب وجد بالدراسات الطبية طبعا أنه بيعمل حاجة اسمها لخبطة في ضربات القلب، بيأثر فورا على لخبطة في ضربات القلب وبيعمل هبوط حاد في ضربات القلب لدرجة أنها قد تؤدي الوفاة في خلال من 4 لـ5 دقائق، وده اللي اتوصف فعلا. يعني بدايتها بتبقى زي هبوط حاد زي دوخة كده العيان بيقع، بيخش يعني يا دكتور ده ممكن يحصل لأي حد ما عندوش مشكلة في القلب؟ لسه بقى هقول لحضرتك القصه دي. هو ما ذكر بصراحه في كذا حاله كانوا معظمهم، لاحظ برضه حضرتك ان ما فيش يعني سكرين معمول لكل الاطفال عشان نعرف ان عنده مشكله ولا ما عندوش مشكله. لا اللي حصلت لهم المشكله دي على وجه التحديد انهم يتوفوا زي الطفل اللي توفى في طنطا لما شرب ميه ساقعه بعد ما كان عامل مجهود. احنا المفروض يا فندم عندنا المفروض ان هو لازم هيكون في الاول مشكله معينه في ضربات القلب، لكن المشكله دي المشكله ما بتظهرش في السن الصغير ده. صحيح. ما بتظهرش غير لو انت عملت لها مؤثر خارجي يظهرها. صحيح. يا فندم. ورقم اثنين، طب الحل ايه؟ انا اعمل ايه عشان اقي نفسي من حاجه زي كده؟ وانا مش عارف انا عندي حاجه في القلب ولا لا، ومش ممكن تبان في الاشعاعات في سن صغير زي ده. صحيح. فالبديل ان انا احاول اقرب درجه حراره جسمي لدرجه حراره الميه اللي بشربها. فاشهر حاجه نقولها للناس كلها الميه ما تتشرب اولا ما تكونش ساقعه قوي. طب انا مضطر والدنيا حر والوقت صعب، اشربها في بقي واسيبها في بقي شويه عشان الشوك اللي هاخدها ما اخدهاش مره واحده. بتعمل صدمه للجسم. على الاعضاء الداخليه، فانا لما بشربها واسيبها في بقي شويه درجه حراره الجسم بتقرب من درجه حراره المايه اللي جايه، يبقى اما تشربها بعد كده تنزل الى حد ما الجسم مجهز ليها، مجهز للميه الساقعه اللي هتنزل او للايس اللي هتنزل. ورقم ثلاثه طبعا في بعض الناس قال لك طب اما اشربها في ايدي، قال لك في يغسل ايده ويغسل وشه بنفس الميه اللي هيشرب منها الاول قبل ما يبدا الشرب، يوم برضه خد درجه حراره الجسم الخارجي خد الميه قبل ما تتشرب. فاهماني حضرتك يا فندم؟ بس لكن هو الموضوع للاسف ما عندكش انت اي حاجه تقدر تقول لك هيحصل ولا مش هيحصل، بدليل ممكن حد يرد عليا دلوقتي يقول لي طب ما احنا كلنا بنشرب ميه ساقعه. صحيح صحيح. ولاعيبه الكوره كلهم بيشربوا، بس لو حضرتك ركزتوا دايما يتمضمضوا بالميه قبل ما يشربوها، ما بيشربوش مره واحده ابدا. لازم يتمضمض. طب لو كنا الاول نفتكر انهم بيعمل كده عشان عرقان ولا حاجه، لا ده بيعمل كده فعلا بيتنبه عليهم طبعا، وده مشهور عندهم في الجزء الرياضي في الطب الرياضي يعني. تعليمات انه ما نشربش ميه ساقعه على طول بعد ما تكون عامل اي مجهود رياضي او مشي. لازم اقرب من درجه حراره جسمها الاول، لازم يا فندم. يعني المفروض نشرب ميه في درجه حراره الغرفه زي ما بيقول. ايوه ده الاكثر صحه، يعني ده الاكثر صحه. طب لو انا مضطر يبقى على الاقل ما اشربهاش مره واحده بسرعه على زوري وعلى بطني، لانه الناس هتقول لك احنا بنشتغل في الحر والجو حر وبيبقوا عايزين حاجه متلجه.
ده زي الفل، بس الاول اغسل بيها ايدي ووشي، احطها في بقي شويه وبعدين اشربها، لكن ما اقومش مره واحده كده، وده طفل يعني صغير ما حدش واعي للكلام دوت. صحيح. يعني فرصه من منبر حضرتك. هو يا حبيبي لقى كولدير ساقع راح يشرب منه. بالظبط كده، بالظبط كده يا فندم. وربنا يشافي لكل الناس وربنا يرحم الجميع يا رب. اللهم امين يا دكتور، ربنا يرحمه طبعا، البقاء لله طبعا لاسرته، ربنا يلهمهم الصبر يا رب والسلوان. انا بشكر حضرتك دكتور محمد احمد الجزار، استاذ القلب والصدر كليه الطب جامعه بنها. زي ما قال دكتور محمد يا جماعه انه ما نشربش الميه، احنا يعني كلنا نحب نحط التلج على المشروبات اللي بنشربها سواء عصير سواء ميه علشان الجو يبقى افضل كده، ويعني نحس بانه درجه الحراره قلت، لكن ده في خطوره كبيره على الجسم. حتى يعني ولو الناس بتقول احنا كلنا بنشرب ميه ساقعه وما بيحصلش حاجه، واكيد الشخص اللي شرب الميه الساقعه دي كان عنده مشكله ما في قلبه، لكن هو كمان الميه الساقعه بتعمل مشاكل تانية اعتقد ليها علاقه بعسر الهضم ويعني مشاكل تانية في الجسم. فيعني ايه نشرب ميه فتره، ويعني كل المصريين تقريبا عندهم القولون، فيعني ما نعملش بقى كمان مشاكل للقولون، الميه الساقعه بتعمل مشاكل في القولون، فنشرب ميه فتره كده، ويعني ايه نحاول لو احنا مضطرين ان احنا نشرب ميه ساقعه زي ما قال الدكتور ان احنا يعني نحطها على جسمنا وعلى وشنا قبل ما نشرب بيها نشرب الميه، وما نشربهاش كمان مره واحده، نخليها في بقنا شويه قبل ما نشربها. خلينا نرجع لدكتور محمد المبابي، كنا بنتكلم مع حضراتكم عن البهاء والكريم الخاص بعلاج البهاء. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك مره تانية، وعايزين نتكلم عن الكريم اللي تم اكتشافه لعلاج مرض البهاء، وهل الكريم ده بيعالج كل انواع البهاء؟ لانه انا شفت انه بيعالج البهاء غير المفصلي. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور. وعلى الساده المشاهدين. اولا وبس عشان نبقى عارفين ان البهاء ده مرض مناعه، يعني صحيح. مرض مناعه ذاتيه بتاثر على خلايا الجلد بتخليها تفقد لون الصبغه بتاعتها. صحيح. فتبتدي تتحول الى اللون الابيض اللي هو الابيض العاجي. مشكلة المرض ده كله هو غير معدي، هو مشكلته في شكله. يعني دايما المريض بيبقى جاي متأذي قوي من الشكل اللي هو بيه، وان المرض عمال بيزيد ما بيقفش. صحيح. يعيبه ان هو مرض منتشر. الكريم اللي ظهر جديد اللي هو وافقت عليه هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية اللي هو اسمه الأوبزيلارا. اوكي. ده طبعا بيعتبر ثورة في مجال علاج البهاء. لسبب ان هو بقينا بنستخدمه لوحده، هو طبعا احنا لسه ما استخدمناهوش هنا في مصر، بس بيتم استخدامه كعلاج اوحد. ما بنستخدمش معاه علاجات ثانيه. طب ازاي يا دكتور واحنا بنقول ان البهاء مرض مناعي ناتج عن خلل جيني، طب ما انا لو عالجت التصبغات الجلديه اللي حصلت مش هيطلع لي غيرها؟ لا، ما هو الفكره كمان انه بيبقى مرتبط بالحاله النفسيه، ان كل المريض حالته النفسيه بتسوء نتيجه وجود هذا المرض عنده، بتبتدي المرض ده نفسه ينتشر. فاحنا كل المحاولات قبل كده في كان كذا طريقه للعلاج، ما هياش طريقه واحده، كان منها ساعات بندي حقن الكورتيزون، بندي كريمات الكورتيزون، بندي اقراص، بندي بينت على الجلد، نبتدي نعرض المريض لجلسات علاج اللي هي بالاشعه، بتاخد وقت كتير قوي، والعين في الاخر ما بيلاقيش نتيجه. فبيبتدي يفقد الامل خلاص، فالعين ده تقريبا كده يعني مش عايز يكمل علاج. انما الدواء اللي طالع جديد، لا ده اثبت بالتجارب ان من في خلال فتره 24 اسبوع، من 24 اسبوع ل 48 اسبوع نسبه التحسن بتوصل 75%. وما بنحتاجش معاه اي كريمات ثانيه او اي علاجات ثانيه، ومالوش اعراض جانبيه مؤذيه. يعني حتى كاستخدامه مالوش اعراض جانبيه. وينفع استخدمه في كل المناطق يا دكتور اللي طالعه فيها بوع البهاء؟ في كل المناطق، ولكن اكثر المناطق اللي احنا كنا بنواجه فيها صعوبه هو ده اللي هو بيعالجها، اللي هي المناطق الاكرل اللي هي زي صابع الايدين، حوالين الفم، حوالين العين، حوالين الركب، دي المناطق، حوالين صوابع الرجلين، دي كانت اصعب مناطق بتتعالج. فهو الحقيقه علاجه في الحالات اللي زي دي نسبه الشفاء بتوصل ل 75% شفاء. عظيم. فده بيشجع العين انه ممكن يكرر علاج تاني. العيب الوحيد اللي موجود لغايه دلوقتي هو سعره، سعره غالي جدا. طبعا طبعا. ففي انتظار ان شاء الله ان في شركات ثانيه تبتدي تاخد، لما الانتاج منه يزيد الاسعار هتختلف. واكيد عشان لسه الشركه منتجه هذا الدواء، فطبعا اللي هو زي ما بيقولوا حق انتفاع بيفضلوا فتره لغايه ما بيبتدوا يدوا شركات ثانيه تبتدي تصنع، يبتدي في تنافس في السعر، يبتدي السعر بتاعه يقل شويه. وبالرغم من كده في كريمات ثانيه موجوده برضه غاليه. يعني في كريمات موجوده بقى لها سنتين
بتعالج البهاء التيوب بتاعها الواحده ب 400 جنيه، شوفي هي مستخدم قد ايه. فلما بنيجي نحسبها على مدار السنه هما بيتعاملوا معاها على الموضوع على انه حاجه تجميليه يا دكتور. لا هو ده مش تجميل الحقيقه، يعني ما هي الاسعار دي اسعار ادويه يعني الادويه اللي ليها علاقه بحاجات التجميل، هي اسعار ادويه التجميل. إنما هو مرض مناعي صحيح، يعني ده مرض لانه مرض منتشر بيصيب ملايين من البشر الحقيقه، مش عدد قليل، وبيسبب الم نفسي للمريض فوق ما الناس متخيل. صحيح. إيه كمان مش هيتم استخدامه اللي تحت 12 سنه، استخدامه من فوق 12 سنه لا ممنوع. في اي محاذير يعني تاني لاستخدامه يا دكتور؟ لا، برضو دايما احنا بنقول في الاطفال وفي الحوامل دايما بنبعد عن التو كاتيجوريز دول من العيانين بتوعنا، بنبعد عنهم خالص. طيب احنا بنتكلم يا دكتور ان احنا عندنا 1.5 تقريبا في المية في مصر مرضى بهاء. بالظبط. طيب العلاجات المقدمة لحد دلوقتي في مصر للبهاق ايه؟ العلاجات المقدمة زي ما بقول لحضرتك اللي هي العلاج بالأشعة، إن العين فيه أقراص نوع معينة من الأقراص بياخدها عشان تنشط صبغة الميلانين، بيبتدي يتعرض للجهاز، بتتعمل ممكن في مستشفيات التأمين أو في العيادات الخاصة. في علاجات برضو موضعية بنستخدمها، بس زي ما بقول لحضرتك هو العلاج بيكون مقسم إلى مراحل يا دكتور، يعني العلاج بالإشعاع بشكل والعلاج بالكريمات في وقت معين، أو هو متوقف على نوع البهاء، أو هو متوقف على الحالة؟ لا بالظبط، متوقف على الحالة نفسها. يعني في حالات ممكن بندي علاجات خفيفة بسيطة، بالذات لو المريض جاي في أول بداية المرض بنقدر نسيطر عليه، إنما المريض اللي بيستنى فترة ويبتدي ينتشر هو ده المزعج. طب احنا بنقول عليه البهاء غير المستقر أو البهاء المنتشر. طيب لو احنا بنوجه اولياء الامور اللي يعني بيبقى عندهم اطفال، لانه الاطفال مش هيشعر بنفسه، اولياء الامور يشوفوا ايه في اولادهم فيعرفوا ان اولادهم كده مرضى بهاء، المفروض ياخدوا بالهم من ايه ويتحركوا من وهو عنده كام سنه؟ اول ما بيبتدي يظهر اي بقع بيضه تميل الى اللون العاجي لازم اتوجه الى طبيب الامراض الجلديه. وفي علاج تحت 12 سنه يا دكتور، ولا معظم العلاجات ما ينفعش تحت 12 سنه؟ لا، في علاجات وفي كريمات وفي اشعات وفي كل حاجات ممكن دي تحت 12 سنه، انما بالنسبه للكريم ده نسبه تاثيرها ايه يا دكتور؟ العلاجات اللي تحت 12 سنه دي؟ يعني ممكن نتكلم في 20 ل 25%. علشان كده بنتكلم ان الكريم ده طفره. طبعا. صحيح. وعشان كده حصل عليه ضجه عالميه. صحيح. نشكر حضرتك دكتور محمد المبيبي استشاري الامراض الجلديه، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده في التاسعه. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقرات التاسعه، ابقوا دائما معنا. طبعا هذا الدور كبير في الطابق الاول مؤتمر في النسخة الأولى تنسيقا مع هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية لواحد من أهم المشروعات على المستوى الحكومي اللي فيه اهتمام كبير جدا في الحكومة المصرية وأكيد وزارة الشباب والرياضة. اهتمنا بالأوديتنج أو المراجعة الداخلية للكوربريت جفرنس أو الحوكمة، ده ما بيسموها الإدارة الرشيدة، واحدة من أهم أسس التطوير. لا ولن يكون هناك أسس للتطوير دون وجود خط موازي وهو خط المراجعة الداخلية. اطلعنا على وضع الأسس والقواعد والسياسات ومراجعتها الخاصه بإدارة الأعمال. هو النهارده المؤتمر ده الهدف منه دعم التواصل بين إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة وبين إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات. عملية تنسيق ودعم من الإدارة لهذه الإدارات الثانية وتواصل بين الإدارة المركزية والإدارات وتفعيل هذه الإدارات في المديريات. طبعا الهدف منها إن إحنا عايزين نرفع كفاءة المنظومة كلها الإدارية ونطلع بيها لمستوى كفء عالي، وإحنا الهدف بتاعنا أصلا هو التصدي لأي أخطاء. الحقيقه وزاره التخطيط هي شريك رئيسي مع كل وزارات واجهزه الدوله، وما ننساش ان هي كانت في وقت من الاوقات مسؤوله كمان عن الاصلاح الاداري، فهي الحقيقه الوزاره من الوزارات اللي ابتدت واهتمت بايجاد الوحده الخاصه بالمراجعه الداخليه والحوكمه،
وبعض الوزارات زي وزارة الشباب والرياضة كانت مبادرة وخدت المبادرة ديت وبنت عليها. والنهاردة الحقيقة بيسعدنا ان احنا نشارك في فعالية بتجمع المختصين بالوحدات ديت، بوحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، لان احنا كمان كوزارة شغالين على ان احنا نضع اطار مؤسسي لآليات عمل الوحدة ديت. فاعتقد ان ده هيكون، وهنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله، فاعتقد ان ده هيكون مساعد وبيضيف قيمة للفعالية بتاعت النهاردة. الهدف من الايفنتس دي او الملتقيات دي الجديدة ان الناس تبتدي تفهم ايه هي وظيفة ادارة المراجعة الداخلية، ليه هي اداة رقابية مهمة جدا لكل الادارات، ليه هي اداة لتقييم العمليات اللي بتحصل سواء عمليات مالية او عمليات تشغيلية او حتى التزام بالسياسات والاجراءات والقوانين واللوائح، ليه هي بتساعد المديرين الادارات والمديرين التشغيليين في اداء وظيفتهم بشكل افضل بدون ما يكون فيهم عندهم اخطاء جوهرية او بدون فيهم عندهم مخالفات للقوانين او القواعد او السياسات او اللوائح اللي موجودة. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن دايما بنتكلم مع حضراتكم عن مصطلحات التنمية المستدامة وأهمية التنمية المستدامة، لكن علشان نحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر ما ينفعش نكون بنتكلم على أمية. فمسألة محو الأمية مسألة غاية في الأهمية. محو أمية 395 ألف مواطن خلال العام الجامعي 2022-2021 ده تم بالفعل، وحنتكلم في تفاصيل هذا الخبر مع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ومسألة محو الأمية وأنه الناس تقدر تشارك في سوق العمل، تقدر يكون عندها كمان مش بس محو الأمية القراءة والكتابة زي ما احنا عارفين يعني المصطلح الدارج، لا احنا بنتكلم كمان يعني عن محو أمية صحية، محو أمية مالية، وازاي يتعاملوا من خلال محو الأمية مع كل يعني ما يخصهم في المجتمع. تحياتي لحضرتك وكل السيدات والسادة المشاهدين. الموضوع اللي حضرتك بتسريه الحقيقة الجامعات المصرية لها إسهام بارز في إطار المشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية. النهاردة حضرتك خلال عام دراسي واحد وهو العام المنقضي 21-22 بنتكلم على إسهام الجامعات المصرية في محو 395 ألف مواطن مصري. لحضرتك أن تتصوري ضخامة هذا العدد، وهذا العدد موزع على محافظات الجمهورية المختلفة في إطار بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة للتعليم الكبار وأيضا مبادرة حياة كريمة. صحيح. لما نتكلم ده حضرتك في إطار مشاركة مجتمعية لا تقتصر على محو الأمية فقط، ولكن في إطار نتكلم على قوافل طبية بشرية، قوافل بيطرية، قوافل زراعية، إطار المدخل العام للجامعات. نيجي نقول طيب الجامعات المصرية في هذا الدور خلال عام دراسي، معلش يا دكتور أنا عايز أفهم من حضرتك، هي كليات معينة بتشارك في ده؟ يعني كلية التربية مثلا بيشاركوا في عملية محو أمية القراءة والكتابة، كلية الطب مثلا بتشارك في مسألة القوافل الطبية؟ لو حضرتك تقول لي يعني التفاصيل. كل جامعة من الجامعات 27 الحكومية على مستوى جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات بترك لها حضرتك حرية العمل. وحرية العمل تعني ملائمة الظروف، سواء بتكلم على ظروف جغرافية مناطق جغرافية بتأثر فيها الأمية، سواء حضرتك التخصصات العلمية الأكثر في هذه الجامعة إذا كانت تخصصات نظرية، أيضا تواجد الهيئة العامة لتعليم الكبار، فرصة الانتشار في القرى، فتركيز مسألة التحرك واستخدام التخصصات معينة داخل الجامعات وآلية التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لكل جامعة من الجامعات 27. الحقيقة في إطار هذا الموضوع وتشجيع الجامعات، لما بنتكلم حضرتك على جائزة لأفضل جامعة مصرية سنوياً أو عدة جامعات بتشارك في محو الأمية، ده خلق منافسة كبيرة بين الجامعات المصرية
شوفي حضرتك هذه المنافسة أدت لأنه في جامعات نجحت في نحو 147 ألف مواطن خلال عام جامعي زي جامعة بني سويف. معلش يا دكتور، هي مسألة التشجيعية مسألة غاية في الأهمية وبتخلق روح منافسة قوية، وبتوصلنا النهاردة لعدد زي 395 ألف يعني حالة في محو الأمية. لكن عايز أتوقف مع حضرتك هنا يا دكتور عن آليات متابعة هذه الأرقام، لأنه يعني نوضح أكتر للسادة المشاهدين إزاي بيتم متابعة كل من يتقدم لهذه الفصول. قطاع خدمة المجتمع حضرتك بالمجلس الأعلى للجامعات في تنسيق كامل مع السادة نواب الرؤساء الجامعات المصرية 27 جامعات الحكومية، النواب رؤساء الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عندنا حضرتك رصد شهري لما يتم. بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الهيئة العامة لتعليم الكبار بتساعدنا في الوصول إلى المواطن الأمي وتوزيعه جغرافيا وجمع عدد من المواطنين الذين لا يحظوا معرفة القراءة والكتابة. ونائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الكليات اللي هتقوم بهذا الدور، عملية الحياة تنسيق على مستوى جيد جدا. المجلس الأعلى للجامعات في المركز في القاهرة بيتابع الإحصائيات شهريا. عندنا كل 3 شهور بتتم دورة امتحانات، بنتكلم عن مارس، بنتكلم عن يونيو، بنتكلم عن سبتمبر، بنتكلم عن ديسمبر. كل 3 شهور بتجرى الامتحانات للمواطنين اللي بيدخلوا هذه البرامج التدريبية لمحو الأمية، ثم يتم تحصيل كل من حصل ودخل الامتحان وحقق نجاح وحصل على شهادة محو الأمية، ده اللي بيدخل معانا في إحصائيات النجاح، بيكون بالفعل دخل الامتحان واجتاز هذا الامتحان. إذا هي آلية تنفيذية موجودة على أرض الواقع بالتعاون بين مؤسسات الدولة، بتكلم على الهيئة العامة، بتكلم على نواب رؤساء جامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتكلم عن مبادرة حياة كريمة. خلال الفترة القادمة أيضا هذه الإحصائيات، طبعا خلال فترة كورونا كان شوية التواصل المباشر قليل بفعل الظروف المحيطة، صحيح، لكن كل ما أتيحت الظروف للقاء المباشر والتجمع المباشر للمواطنين بالتأكيد بيكون إسهام الجامعات أكثر فعالية في مواجهة هذه المشكلة. طيب يا دكتور، أنا كمان عايز أفهم من حضرتك، هل هي عملية إلزامية للطلبة؟ يعني هو نوع من مشروع التخرج مثلا؟ بالتأكيد في بعض الكليات في بعض الكليات تركنا مسألة إن كل جامعة من الجامعات تتعامل مع طلابها، كل جامعة بتختار التخصصات التي تتناسب دراستها مع هذا المجهود. البعض حضرتك له تحفيز بالنسبة للطلاب، البعض الآخر بيعتبره جزء من المهام الدراسية للطلاب، البعض بيعتبره شرط رئيسي لمسألة التخرج، البعض بيعتبره تركنا للجامعات حرية التصرف وحرية اتخاذ القرارات الملائمة اللي من خلالها أولا الطالب بيشارك بفعالية دور مجتمعي للجامعة داخل محيطها الجغرافي. وخلينا أكد لحضرتك ده توجه الدولة إن الجامعة تكون ذراع فني، ذراع المجتمع، خادم المحافظة اللي هي فيها، سواء بنتكلم عن التدريب، بنتكلم عن الاستشارات، بنتكلم على خدمة المجتمع. هو يا دكتور تعزيز مبدأ يعني خدمة المجتمع ده عند الطلبة قبل ما يتخرجوا من الجامعات، وإنك مش عايش في الدنيا لوحدك، وإنه يعني لازم الناس اللي حواليك تستفيد زي ما أنت اتعلمت، ومسألة المسؤولية المجتمعية ده حديث هام جدا الحقيقة. ودور مهم جدا، بنقول دور مهم للطالب. الدولة النهاردة بتقدم خدمة التعليم بكل تكلفتها الشاملة، مش كده؟ صحيح، وبتقدم هذه الخدمة لأبنائها. لما بنتكلم على مشكلة الأمية بنقول ده تحدي بالنسبة لمصر ما ينفعش نعيش بيه مستقبلا، لأنه بقول لحضرتك محو الأمية التعليمية هو مفتاح محو الأمية في كل جوانب الحياة. صحيح،
وبالتالي الجامعات حضرتك مستمره. واحنا يمكن لسه يا دكتور دلوقتي بنتكلم على محو الاميه زي ما يعني بيقر اليونسكو مساله يعني القدرات على القراءه والكتابه، لكن احنا محتاجين الحقيقه واحلامنا وطموحاتنا اكثر اتساعا من كده. احنا بنتكلم على تنميه مستدامه ورقمنه في كل شيء، فاحنا بعد كده هنحتاج اللي علمناه القرايه والكتابه نحتاج نعلمه ازاي يتعامل مع الكمبيوتر وازاي يعني نمحو اميته في يعني مجالات اكثر واكثر. فيعني ما يتم على ارض الواقع شيء عظيم ومحمود جدا يا دكتور. وعايز انتقل مع حضرتك لمحور اخر، والناس لسه مخلصه ثانويه عامه ومساله الكليات المستحدثه اللي هتكون موجوده السنه دي في التنسيق. احنا بنتكلم تقريبا عن 43 جامعه جديده تقريبا او 34. حضرتك تقول لي الحقيقه اسمحي لي ان انا ابشر ابنائنا اللي هم انتهوا من امتحانات الثانويه العامه وايضا الطلاب خريجي التعليم الفني لنا مسار مستحدث والدوله اعطته بكل امكاناتها هذا العام وهو الجامعات التكنولوجيه. هذا العام بنستقبل 7 جامعات تكنولوجيه جديده بالاضافه الى 3 جامعات قائمه، يبقى هيضاف ده لقائمه الجامعات اللي هتتاح للطلاب. خليني أكد لحضرتك هذا المسار المهم جدا، الاقبال عليه بقى كبير وفي وعي من الطلاب وأولياء الأمور، وده نوع من التعليم التطبيقي التقني اللي مصر محتاجاه جدا، يطابق سوق العمل واحتياجات سوق العمل، سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي محتاجين الخريج التقني، وبيمنح درجة البكالوريوس وأيضا فيها دراسات عليا لمن يرغب في الماجستير والدكتوراه. والحقيقة هذا المجال الدولة قدمت له استثمارات ضخمة. نتكلم على مسار جديد في برامج جديدة متعددة ترتبط بالحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية، ومتاح أيضا هذا المسار في الجامعات الأهلية الدولية، ومتاح في أيضا الجامعات لكل الشعب يا دكتور. طبعا بالنسبة حضرتك الحاسبات الجديد ان احنا مش بس بناخد شعبة الرياضيات، لا احنا بناخد أيضا شعبة علم العلوم في هذا التخصص المهم، لان احنا محتاجين خريجين كتير في هذا التخصص في ضوء توجه مؤسسات الدولة للرقمنة والتحول الرقمي في كل جوانب الحياة. فمحتاجين الحقيقة هذا التخصص، وهو متاح النهاردة بأقسام وكليات وبرامج كثيرة في الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية وأيضا الجامعات الخاصة. نتكلم على مسار مهم جدا وهو أفرع جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية، 6 أفرع لجامعات أجنبية مصنفة دوليا. نتكلم على المسارات المهمة اللي بتطرحها الجامعات الأهلية الدولية الأربعة في الجلالة وسلمان والعلمين الدولية والمنصورة الجديدة، مهتمين جدا ببرامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الصحة العامة والبرامج المستحدثة في كليات القطاع الطبي والهندسي. برامج الحقيقة أنا بدعو كل خريج الثانوية العامة والشهادة انه هو جيل رقمي، وهذا الجيل الرقمي عليه يراجع المواقع الالكترونيه لهذه الجامعات للتعرف على عشرات البرامج الدراسيه الجديده اللي هي بتخاطب احتياجات سوق العمل في مصر. ودي نقطة مهمة جدا يا دكتور، انه ما نفضلش متكلبين على الكليات التقليدية اللي احنا تعودنا انه يعني زي ما الناس كده بتقول كليات قمة، لا احنا ننظر الى سوق العمل واحتياجات سوق العمل، وانا داخل الجامعة اقدر اقرر انا محتاجة اتعلم ايه علشان اشتغل ايه. بالظبط، ندعوهم حضرتك الى احنا حاجة مهمة جدا بننوه ليها. النهارده متوقعين خلاص الثانوية العامة خلصت، النتائج على الابواب، الطلاب بيبحثوا عن أسماء الجامعات والمعاهد. وزارة التعليم العالي أصدرت بيانات رسمية بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية. لأنه دي نقطة مهمة جدا مسألة الاعتماد يا دكتور، لأنه دكتور عادل كتير من أولياء الأمور لسه بيخافوا من الجامعات الجديدة علشان مسألة الاعتماد. بالتأكيد احنا حضرتك نشرنا بيان تفصيلي نوضح بيه كافة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في جمهورية على موقع وزارة التعليم العالي يا دكتور. بالظبط، على الموقع وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي. يرق نفسه 10 دقايق هيعرف أسماء هذه المؤسسات، ومن خلال موقع الوزارة يقدر يدخل على مواقع الجامعات المختلفة للتعرف على أسماء البرامج الدراسية الحديثة
وأنا بأكد على كل برامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي نظرا للتحول الرقمي في كل مؤسسات الدولة والعالم الحقيقة أيضا، دي برامج مهمة جدا أن الطلاب يلتحقوا بها سواء الشعب الرياضيات أو الشعب العلمية. وأيضا الشعب الأدبية لها برامج كثيرة جديدة على هؤلاء الطلاب مراجعة ما تتيح مؤسسات التعليم في مصر، لأن الحقيقة خلال السنوات الأخيرة توسعنا في الشراكات الدولية مع العديد من دول العالم، توسعنا في البرامج الحديثة، الدولة استحدثت جامعات تكنولوجية 10 جامعات متاحة خلال 3 سنوات فقط، احنا 10 جامعات ما كانش عندنا هذا النوع من الجامعات على جميع الطلاب. حتى ايضا في جامعاتنا الإقليمية الحكومية استحدثنا برامج تعليمية جديدة سواء تلائم طبيعة هذه المحافظات او حتى ايضا البرامج المعاصرة. كل ده عايز اقول انه جميع محافظات الجمهورية اصبحت في الجامعات الحكومية متاحة فيها، شبكة الجامعات الاهلية والخاصة الحكومية تغطي كل مناطق الجمهورية. ما على الطلاب الا المراجعة الدقيقة لمواقع الجامعات للتعرف على البرامج الحديثة اللي محتاجها سوق العمل. أنا بشكر حضرتك على كل هذه المعلومات دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. الحديث عن التنسيق والكليات والطلبة اللي خلصوا ثانوية عامة هيعملوا إيه وهيدخلوا كلية إيه مستمر النهاردة معنا في التاسعة. هيكون ضيفنا النهاردة الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق. ابعتوا لنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صفحة القناة الأولى وأيضا صفحة برنامج التاسعة كل التساؤلات الخاصة بمسألة التنسيق والقبول في الجامعات المصرية. بالتوفيق لكل الطلبة اللي خلصوا ثانوية عامة. هنروح مع حضراتكم دلوقتي فاصل ونرجع بعده نكمل الكلام، خليكم دايما معانا. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن 2 دقيقة، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. مسابقة نجوم التاسعة اللي بتعرض في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، قدم وبادر وسجل موهبتك وعبر عن أفكارك مشاعرك، دايما الفن بيساعدنا على كده. لو أنت بتكتب قصة قصيرة أو شعر أو بتغني، قدم واعمل فيديو خاص بيك وقدم أحسن ما عندك. حاول أن أنت يعني تبدع على قد ما تقدر، لأنه المنافسة قوية والنجوم في المسابقة كتير، وهي المسابقة دي معمولة علشان كده، علشان نكتشف المواهب الموجودة في كل محافظات جمهورية مصر العربية. سواء كانت مسابقة بقى في الغنى، في الشعر، في القصة القصيرة، قدموا، لأنه المسابقة هتخلص آخر الشهر ده، آخر شهر يوليو هتخلص المسابقة. ابعتوا لنا على صفحة برنامج التاسعة وكمان على صفحة القناة الأولى كل المواهب هنكون في انتظارها، وبعدين هيكون في لجنة تقدر تحدد مين يعني يكون موجود داخل هذه المنافسات في برنامج التاسعة. خلونا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والجو حر ويعني كلنا حرانين، ويمكن كمان الحر السنين الأخيرة بقى مختلف، وعلشان كده بنقول تغير مناخي. احنا داخلين على موجة حر، ارتفاع جامد في درجات الحرارة والرطوبة. الموجة دي هتنتهي يوم الخميس. هيئة الأرصاد الجوية قالت تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام اللي جاية، وأكدوا أنه يعني هيكون الجو حر لحد يوم الخميس، شديد الحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب البلاد وكمان جنوب سيناء، وهيكون كمان في طقس معتدل على السواحل الشمالية. فطبعا يعني ناخد بالنا على قد ما نقدر، يعني نقدر نشرب على قد ما نقدر كميات كافية
من المية علشان نقدر نقاوم الموج الحر اللي داخل علينا، وإن شاء الله يعني تعدي كده على خير وتكون مش أصعب حاجة علينا كلنا. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وهناخد الموضوع بعد الفاصل، ناخده بعد الفاصل. هنروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم من جديد. بنتكلم عن كل ما يخص التنسيق والجامعات، وازاي نقدم في الجامعات واختبارات القدرات اللي موجوده في الكليات في عام 2022. ضيفنا هيكون الاستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق. طبعا موضوع يهم كل الناس اللي مخلصه ثانويه عامه وبتقدم للكليات. طبعا سنه دراسيه ان شاء الله سعيده على الجميع، واهم حاجه بقى ان احنا ازاي نقدم على الموقع الالكتروني الخاص بالكليات. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير، وكل سنه حضرتك طيبه، وبنهنى اولادنا الطلبه ان شاء الله يا رب يكون باذن الله يكون عام دراسي موفق بالخير ان شاء الله باذن الله. طيب الله. الموقع الالكتروني فتح دلوقتي، التنسيق بقى الكتروني من السنه اللي فاتت؟ لا، التنسيق الالكتروني من 2007. كله تنسيق الكتروني طبعا، بالنسبه لي حتى كمان امتحانات القدرات كانت ورق قبل كده. من 5 سنين بالظبط خليناها الكتروني برضه. الطالب بيدخل على موقع التنسيق وبيسجل رغباته للكليه اللي عاوز يقدم فيها اختبار القدرات. وبطمن حضرتك برضو ان الموقع فاتح الساعه 8 8 مساء الليله دي، وحوالي ما يقرب من 4000 طالب اللي عندي وانا داخل الاستوديو، حوالي 4000 طالب قدموا على موقع التنسيق. ده موقع التنسيق الخاص بقدرات اختبارات القدرات. احنا عندنا موقع التنسيق لسه ما بنتش. لا احنا عندنا موقع التنسيق ده موقع التنسيق خاص بالتنسيق كله. بدايه احنا بنبدا بالتنسيق باختبارات القدرات الاولى. الطالب طبعا بالنسبه لاي طالب دخل امتحانات او مأجل حتى دور تاني بالنسبه للثانويه العامه هذا العام، ما احنا يقدم في اختبارات القدرات. اختبارات القدرات ديت طبعا في كليات معينه لها اختبارات قدرات عشان الطالب، وفي كليات تم استحداث اختبارات القدرات فيها زي الاعلام وزي الاعلام مثلا. ما انا هقول لحضرتك عندنا كليات الاعلام، فنون تطبيقيه، فنون جميله، كليات التمريض ومعاهد التمريض، تربيه موسيقيه، تربيه فنيه، تربيه رياضيه. ده كليات دي عشان الطالب بيدخلها لازم يكون ناجح قدرات فيها. حتى مهما كان مجموع الطالب، لو الطالب جايب 100% وما نجحش في قدرات مش هيدخل الكليه. فانا بهب اولادنا الطلبه اللي عنده رغبه ان هو او عنده الموهبه في كليه او من الكليات دي كلها يسارع بالتقديم على موقع التنسيق. وبهذه المناسبه طبعا احنا بنشكر وزاره الاتصالات ان هي بتساعدنا وقامت بدور كبير جدا معانا، والفريق اللي قام معانا على موقع التنسيق، والمهندسين المسؤولين على باب التنسيق في التنسيق الحكومي ان شاء الله. طيب انا عايز اسال حضرتك على مساله القبول والقدرات داخل الجامعات، ازاي بيتم المعيار في الاختيار فيه؟ طبعا الطالب اول حاجه الطالب بيدخل على موقع التنسيق بيختار الكليه اللي عاوز يقدم فيها. الموقع نفسه بيحجز للطالب اليوم اللي هيروح يمتحن فيه. الطالب بيخش على بياخد ايصال بالنسبه للكليه. مثلا انا عاوز امتحن قدرات كليه الاعلام، بحدد الكليه اللي انا عاوز اخشها، الموقع بيطبع له ايصال بميعاد الامتحان القدرات، بيتوجه بيه للكليه. بياخد معاه مثلا صوره او صورتين وبالرقم الجلوس بتاعه بيقدر يعمل امتحانات القدرات. طبعا امتحانات القدرات ديت بتقيس موهبه الطالب. يعني بالنسبه لطالب الاعلام بيسال بيبقى في امتحان بالنسبه له بمواد كلها معلومات عامه، يعني ما ينفعش طالب بيدرس اعلام وما عندوش خلفيه هذا القدر من المعلومات قدر ممكن من الموهبه نفسها. يعني مش امتحان، هو بيقيس موهبه الطالب نفسها. زي بالنسبه للتربيه الرياضيه لازم الطالب يكون عنده مقومات جسميه معينه ولياقه بدنيه ليها. طيب انا عايز اروح مع حضرتك من اول ما بتستلموا النتيجه لمرحلة ان انتوا بتقولوا المرحلة الاولى اخذت كذا، والكليات طب اخذ كذا، وهندسة اخذ كذا، والهندسة نزلت السنة فاتت مرحلة تانية، واعتقد في 6 مواد اتصلحوا، فاحنا ممكن يكون عندنا مؤشرات اوليه. لا احنا لسه ما استلمناش النتيجه. احنا كوزاره تعليم عالي ما نقدرش نتكلم في اي مؤشرات خالص الا بنستلم النتيجه من وزاره التربيه والتعليم. مجرد اعلان النتيجه احنا بنستلم النتيجه من وزاره التربيه والتعليم، بنعمل حاجه اسمها تشريح للمجاميع. بنعرف الشريحه دي فيها كم طالب، والشريحه دي فيها كم طالب، على ضوء كده بنبدا المرحله الاولى دي بناخد منها عدد محدد من الطلبه وفقا للكليات المرحله عشان خاطر ما يحصلش استنفاذ. يعني الكليات عايزه عدد قد ايه وانا عندي اعلى عندي عدد قد يعني عدد من الطلبه قد عدد الاماكن المتاحه في المرحله الاولى، بنقيسها بعمليه حسابيه. طيب الموقع الالكتروني لسه في اهالي عندها مشاكل في التعامل مع الموقع الالكتروني والتقديم الالكترونيا.
هو بالنسبة لو طالب، احنا عندنا برضو الجامعات الحكومية كلها ميسرة لهذا لهذه الموضوع. أي طالب فيه ما عندوش استعداد أو ما يعرفش يسجل على الموقع، ممكن يتوجه لأقرب جامعة حكومية فيها معامل مجهزة وفيها ناس بتساعد ويقدر يكتب رغباته بمنتهى التأني. وبعدين برضو أنا في الفترة ديت من النهاردة عندي إعلان نتيجة، كل طالب هو عاوز عارف وعاوز يروح إيه أو يتمنى أنه يخش كلية معينة أو يدخل كلية معينة، يا ريت الناس تركز النهارده عاوز يدخل كليه ايه. لان احنا بنفاجئ بعد اعلان نتيجه تغيير الرغبات، بعد اعلان نتيجه التنسيق، احنا في فتره المرحله لمده 5 ايام الطالب ممكن يعدل رغباته كيف ما يشاء، وبناخد باخر تعديل الطالب عمله. بعد اعلان نتيجه نفاجئ الطالب يقول لي اصل انا ما كتبتش طب اسوان، ما كتبتش طب اسيوط، يقول لي انا عاوز اروحها. وهنا يا دكتور يعني على ايامي كنا ممكن لو ما خدتش الرغبه الاولى والرغبه الثانيه مجموعك جايبها وانت عايز تروحها كان بتنتقل ليه، دلوقتي طبعا الموضوع اختلف. لا مش اختلف ولا حاجه، انا ملتزم بترتيب رغبات الطالب. يعني الطالب النهارده كتب كليه طب لو انا عايز الرغبه الثالثه وانا مجموعي يجيبها، ايه المشكله ان انا اروح بقى دلوقتي ده مش مسموح؟ لا ازاي يعني، انا كنت لو انا مرتب طب اسنان صيدله مثلا، لو انا شعبه علميه وانا جالي طب مجموعي يجيب طب ومجموعي يجيب الاسنان والصيدله، بس انا قلت انا عايز اروح الصيدله، قلت لي لا الاسنان هي الرغبه الثانيه، انت كاتبه الرغبه الاولى. ما انا عشان كده بقول الطالب يحدد هو عاوز ايه، لان احنا بنفاجئ بعد اعلان نتيجه التنسيق المرحله الطالب يقول لي لا انا عاوز اغير رايي. لان الطالب اللي ما كتبش الرغبه دي في طالب تاني خدها. يعني انا النهارده انا ملتزم بعدد محدد في الاماكن يعني. في عدد الاماكن. انا ملتزم النهارده بعدد محدد مثلا في ولايه في كليه الطب، طب اسنان صيدله. في طلبه راحوا الكليه دي، ما ينفعش طبعا طالب تاني او لو حصل ان في طلبه عدلوا في رغباتهم او عدلوا ارائهم تاني اقدر ادخل الكليه دي عدد كبير تاني. ما طيب اقدرش اعمل العدد بقى. العدد في الكليات بيتحدد على اساس ايه؟ ولو احنا بنتكلم على كليات الطب والهندسه كمراحل اولى، انا هاخد فيها عدد قد ايه؟ ده بيتحدد على اساس العدد ده كل الكليات او الجامعات المصريه الحكوميه كلها بتجمع عددها مثلا في كل الكليات، وبتبعت للمجلس الاعلى للجامعات. بنعرف الاعداد في كل كليه طب، مثلا كليه الطب عاوزه 300 طالب، كليه هندسه عاوزه كم طالب. على ضوء الكلام ده بنقدر نحدد، نحط قدام على الموقع الكليه دي هتاخد كم طالب، الكليه دي هتاخد كم طالب. الكلام ده كله في كل الكليات عموما يعني. طيب حضرتك كمان اثرت مساله انه ابقى عارف انا عايز ادخل كليه ايه. اهم حاجه اهم حاجه دي، لان انا طبعا في طلبه ببقى مترددين كتير جدا في اختيار رغباتهم. بيحصل ان هو مثلا اسرته بتضغط عليه، هو ما يكونش له ميول للكليه اللي هو عاوز يدخلها، هو عاوز يخش كليه تانية، في الطالب استخسر مجموعه عاوز يروح كليه استخسر المجموع، وبعدين يفاجئ بعد فتره ان هو ميوله ما كانش مؤهله لهذه الكليه او رغباته مش ماشيه مع الكليه دي. فانا يا ريت كل طالب يعني الاسره جماعه تقعد مع الطالب تنصحه، بس ما تضغطش عليه الطالب. يعني ايه تنصحه؟ تقول له ده وده وده، بس تسيبه في اختياره ما تضغطش عليه، لان بعد كده احنا بنفاجئ ان الطلبه كتير جدا بيدخلوا كليات كبير يعني كليات يعني زي ما بيقولوا كليات يعني القمه، وبعدين يرجع تاني يقول لك انا مش قادر امشي فيها، انا عاوز احول كليه تانية. فاحنا ننصح الطالب بس ما نضغطش عليه. صحيح. وهقول لحضرتك على حاجه كمان، يمكن حضرتك قلت انه الجامعات المصريه مخصصه لمساله التقديم الالكتروني ومساعده الاهالي في التقديم الالكتروني. الناس بتروح سناتر، ده اللي بيحصل، وفي السناتر بيقدموا لهم، وممكن اللي في السنتر ده من كتر الضغط يتلخبط ويحط له رغبه قبل رغبه تانية. الله يكرمك. احنا عندنا في جميع الجامعات الحكوميه معامل تنسيق مجهزه مكيفه، وفيها ناس متخصصين بيساعدوا الطالب. لان الطالب معاه رقم سري، لو راح سنتر وساب الرقم السري ده مع حد، لانه بيديله هو اللي بيكتب له الرغبات. صحيح صحيح. وبيحصل لخبطه في الرغبات، بتحصل رغبات الطالب. طبعا الرقم السري ده مشكله، لان الرقم السري انا اديته لاي حد ممكن يخش يعني يعدي رغباته كلها تاني. صحيح. فانا بنصح الطالب ما يسيبش، ما يديش رقم سري لحد خالص ايا كان. وعندنا الجامعات الحكوميه والمعامل موجوده ومجانا، وفيها ناس بتساعد، وانت الناس الموجوده في هذه المعامل مضمونه. مش هيضحك عليك، هيقول لك اعمل كذا، الخطوات كلها هيساعدك فيها. ويا دكتور كمان يقدروا يتعاملوا مع اي مشكله الكترونيا تحصل في الموقع. تمام. ده شيء تمام. مهم، لانه ممكن انا كولي امر يحصل لي مشكله، حاولت احفظ البيانات اللي انا حطيتها مثلا، مش راضيه تعمل معايا، مش راضيه تحفظ البيانات، لانه بعض الاحيان الطالب بياخد صوره الشهاده معاه. هيساعدوني الكترونيا. الطالب بياخد صوره الشهاده وبروح سنتر معين،
مثلا ما هو ما في طالب في زميله تاني كان الطالب كانوا الاثنين مع بعض, ده جاب مجموعه عالي وده جاب ما جابش مجموعه, يشوف الرقم السري بتاعه ويخش يغيره في الرقابات كلها. فانا من خلال البرنامج برضو بنصح الطالب الرقم السري ده موجود على على على, على شهاده الثانويه العامه مش مع حد, يعني ما حدش يعرف الرقم السري ده الا الطالب نفسه. يعني الطالب يبقى الرقم السري ده معاه ومع ولي امره واخواته وهكذا بس. وفعلا كان في حالات شهيره حصلت السنه اللي فاتت حصل في هذه, فاحنا من برضو عشان خاطر احنا غير مسؤولين عن الرقم السري, طالب الرقم السري ده بتاع الطالب. فانا برضو من خلال البرنامج بنصح الطالب ان هو يحافظ على الرقم السري بتاعه. طيب الاختراب وتقليل الاختراب, ودي مساله مهمه جدا للاسر المصريه, اليات تقليل الاختراب. ما احنا عندنا حضرتك بعد المرحله الاولى والمرحله الثانيه بنعمل مرحله تقليل الاختراب بنسبه 10%, لان احنا ملتزمين برضو بالنسبه للكليات العمليه ما نقدرش نكدس فيها العدد. يعني انا النهارده كليه مثلا كليه عمليه هتاخد 500 طالب, ما ينفعش ازود عليها كمان 500. بنزود بنحول 10% بنحول 10% من الكليه عشان خاطر ما حصلش تكدس في الكليات بس. طيب ما هو مثلا هم انت بتقولي ان دلوقتي انا كنت جالي طب اسوان وانا مثلا من القاهره, وعلشان مساله الاختراب وحل المساله بحاول احول طب القاهره وبمشي الاجراءات, وبعدين يقول يتقال لي ما فيش مكان, طب يطلع في مكان مثلا في الجيزه اجي اقدم يكون المكان اصلا اتاخد لان انا قدمت متاخر. بص في التحويلات ما فيش حاجه اسمها متاخر ولا بدري. التحويلات بناخد اعلى مجموعا, يعني لو 100 طالب مقدمين تحويل لطب القاهره باخد 10% الاعلى مجموعا كله بالمجموع, مش بال مش مش بأولويه التقدم ولا اولويه حل مشكله الاختراب ولا لا, بناخد احنا الكلام ده كله بعد ما الطلبه بيقدموا كله بناخد الاعلى مجموعا 10% الاعلى مجموعا كله بالمجموع. عظيم. احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضرتك, هنكون مستنيين استفساراتكم على مسألة التنسيق وكل اللي بيهم حضراتكم في مسألة التنسيق, وأي أسئلة تحبوا تسألوها للأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق. هنشوف حضراتكم بعد الفاصل, هنكون منتظرين تساؤلاتكم. أهلا بحضراتكم من جديد, وفقرة خاصة عن التنسيق والقبول في الجامعات مع الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق. أرجع لحضرتك أستاذ السيد, وعمر كنا بنقول إن إحنا يعني مستنيين الناس تسألنا على يعني استفساراتهم فيما يخص القبول, فعمر بيسألنا عن تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على المعادلات العربية والأجنبية, بيقول إن النتائج بانت وخلصوا امتحانات, ف امتى التنسيق بتاعهم؟ طبعا بالنسبه للشهادات المعادله العربيه والاجنبيه دي لهم مرحله تنسيق خاصه بيهم, ده ما لهمش دعوه بالثانويه العامه, احنا بنفتح لهم مرحله خاصه بشهادات المعادله العربيه والاجنبيه. ان شاء الله من المتوقع باذن الله على نص 8 ان شاء الله باذن الله على نص اغسطس هنفتح ليه جميع شهادات المعادله العربيه والاجنبيه, عشان في بعض الشهادات طلعت فعلا زي ما ابن عمر بيقول, وفي بعض شهادات بعض الدول لسه نتائجهم ما ظهرتش عشان الطلبه دي كلها بيكونوا مع بعض. لان تنسيقهم كله مع بعض. تمام. طيب عايز اروح مع حضرتك, النتيجه بتبان وفي طلبه بتروح تعمل تظلم ويبقى ليها درجات, وفي طلبه بتاجل دلوقتي بقى عندنا تاجيل الماده وبياخد فيها الدرجه الكامله لو اخذ فيها الدرجه الكامله للدور الثاني, وفي طلبه بتعدي سنه اولى كليه وتبقى عايز تحول لكليه ثانيه, اللي اخذ درجات تظلم واللي حول من كليه لكليه ثانيه ثاني سنه واللي كمان يعني كان عنده دور ثاني وخلصه, ده وضعه ايه؟ تنسيقه ايه؟ هيقدم امتى؟ بالنسبه لطالب الدور الثاني بيترشح وفقا لمجموعه. احنا طبعا الحد الادنى المعلن في المرحله الاولى مثلا او الثانيه او ده دور ثاني بيترشح وفقا للحد الادنى مجموعه مهما كان مجموعه. لو كان جايب حتى 100% فبترشح وفقا للمجموع بتاعه, يعني مش كونه دور ثاني او مؤجل مواد. الطالب بيخش بيحتفظ بمجموعه وبدرجاته وبيدخل ومكانه محفوظ وفقا لمجموعه اللي ترشح عليه زميله وفقا لزميله المناظر ليه في مجموعه. ده حقه هياخده يعني. وهيقدم امتى يعني لما ده احنا بنعمل له مرحله اسمها المرحله الثالثه. دي بالنسبه للدور الثاني وبقيه الناجحين من الدور الاول. بالنسبه للطلبه بتوع الدور الثاني لو طالب مأجل ما يقلقش هياخد حقه وفقا للمجموع والحد الادنى المعلن بالنسبه ليه.
طيب اللي كان عنده تظلمات ودي يعني تظلمات طبعا زمان على ايامنا التظلمات نتيجتها كانت بتبان واحنا في اخر سنه في الكليه. لا 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 التظلمات لا دلوقتي الموضوع بقى اصعب. لا التظلمات بتيجي بسرعه، التظلمات بتيجي بسرعه، ومجرد ما بتيجي يعني مثلا طالب لو جاله اي تظلمات او زياده درجات بيطلع للرغبه الاعلى. فعشان كده يا ريت الطلبه وهو هم بيكتبوا رغباتهم يحدد الرغبات بتاعته. لان الطالب اما بيطلع مثلا لو الطالب مثلا كان في كليه علوم وجاله زياده درجات هيطلع مثلا لكليه اسنان او صيدله يبقى محدد ومحدد الرغبات بتاعته ان هو بينتقل للرغبه الاعلى اوتوماتيك يعني الموقع اللي بيعملها وفقا لزياده الدرجات اللي بتجيله. طيب يعني برضو حتى لو انا اخذت درجات هيكون الموضوع له علاقه بترتيب ما فيش طالب هيظلم ابدا يعني ترتيب ترتيب اختياري للكليات ترتيب الرغبات ترتيب الرغبات بتاعته اللي الطالب عاملها بنفسه مش حد عاملها له مش مساله انه اختار اروح فين لا هو اللي وفقا لترتيب الرغبات بتاعته. طيب كمان عندنا منى بتسال مواعيد امتحان القدرات فنون جميله وفنون تطبيقيه لطلبه الثانويه البريطانيه وهو احنا مواعيدنا هتكون مختلفه عن مواعيد الثانويه العامه. احنا بنعمل طبعا مرحله القدرات اللي بدات اللي هتبدا بكره ان شاء الله من يوم 25/7 لعند 6/8 دول طلاب الثانويه العامه. بالنسبه لطلاب شهادات المعادله والعربيه والاجنبيه بنعملهم مرحله اختبار قدرات منفصله ليهم لوحدهم. وكذلك بالنسبه لطلبة الدبلومات الفنيه بنعملهم مرحله اختبار قدرات لوحدهم. ما فيش طالب هيظلم يعني احنا كلنا في طبعا مع تعليمات معالي الوزير احنا عندنا جدول زمني لجميع مراحل التنسيق الاختبار القدرات ومرحلة الأولى ومرحلة الثانية وقدرات بالنسبة لشهادات المعادلة العربية الأجنبية وقدرات بالنسبة للدبلومات الفنية كل طالب بياخد عايز أقف على مسألة القدرات ويمكن إحنا عندنا للأسف يعني مش عايز اسميها دروس خصوصيه لكن مساله مراكز التاهيل المنتشره اول ما تلاقي امتحانات القدرات بدات تلاقي بقى هام جدا وتعالى مركز كذا يتم تاهيلك للفنون التطبيقيه والفنون الجميله الناس تروح أنا ولا بشوف انا بشوف اعلانات كتير جدا والاعلانات دي طبعا بتجذب الطلبه. وانا هسال حضرتك هسال سؤال يعني هو الطالب بتاع الطالب اللي داخل قدرات اعلام مهما كان هياخد عدد هيروح سنتر ياخد له 5-6 ساعات هل دول هيسقلوا موهبته؟ لو الطالب ما عندوش موهبه لو قعد مثلا لو خد 100 ساعه مش هيعرف ينجح لان امتحانات معينه طالب بالنسبه لطالب التربيه الرياضيه هيروح ياخد كورس في ايه؟ او سنتر هيدي له ايه يعني مثلا هيدي له ايه؟ هيقول له ايه مثلا انت هي قدرات معينه قدرات بدنيه وجسمانيه وكده بالنسبه للفنون الجميله طب الطالب لازم يكون موهوب بالنسبه للفنون التطبيقيه الكلام ده كله طبعا انا الكلام ده كله يعني انا شايف ان هو بيبيع وهم للطلبه او انت احنا طبعا عندنا ده الكلام ده بيندرج تحت الكيانات الوهميه والوزاره بتحارب الكلام ده كله وبنبعت لجان ضبطيه قضائيه لهذه الكيانات اللي بتتاجر باوهام ابنائنا الطلبه كلهم وبالخاص الكلام ده بيظهر الكيانات الوهميه بتظهر في فتره التنسيق يعني يقول لك مثلا الاكاديميه الفلانيه صحيح. المعهد الفلاني الكلام ده كله طبعا الكلام ده احنا بننصح الطلبه برضو الطلبه كل ما هو معتمد من جامعات حكوميه وجامعات خاصه ومعاهد خاصه ومعاهد حكوميه وجامعات دوليه وجامعات اهليه كل ده موجود على موقع الوزاره يا ريت الطالب قبل ما يقدم في اي مكان من الاماكن ده يدخل على موقع الوزاره ويتاكد ان المكان دوت لو ما كانش على الموقع الوزاره فهيبقى كائن وهمي. وهي الناس كتير اسئلتها على مساله امتحانات القدرات لانه خلاص الامتحانات زي ما حضرتك قلت يعني انا بس عشان خاطر برضو احنا الفتره هنبدا ان شاء الله باذن الله من يوم 25 لعند 6/8 يا ريت اي طالب ما يتاخرش شايف نفسه اللي عنده موهبه لاختبار القدرات دي ما يتاخرش عن الفتره دي لان القدرات بنفتحها مره واحده يعني مش هنعيدها تاني فكل طالب من حقه لو طالب قاعد في المصيف من حقه يخش على موقع التنسيق هو يقدر يدخل في كذا كليه امتحانات قدرات من حقه يعمل الامتحان بس مثلا يعمل في قطاع الاعلام في قطاع الفنون الجميله في قطاع الفنون التطبيقيه في قطاع التمريض عظيم في التربيه الموسيقيه من حقه يعمل بس الطالب لو سقط في اختبار من قطاع معين ما ينفعش يعيد الاختبار. طيب عايز اروح مع حضرتك عن الكليات الجديده المستحدثه بقى اللي هتكون موجوده في التنسيق احنا عندنا كم كليه وايه القطاعات؟ طبعا السنه دي طبعا بالنسبه لتوجيهات القياده السياسيه والتوجيهات طبعا اول سنه اول مره في تاريخ وزاره التعليم العالي يدخل التنسيق 7 جامعات تكنولوجيه وده طبعا السنه اللي فاتت كانوا 3 هنضم لهم 7 السنه دي 3 السنه اللي فاتت كانوا 3 السنه دي دخل لهم 7 ودي اول مره تحصل في تاريخ الوزاره عموما يعني وده طبعا ده مسار كبير جدا للتعليم الفني برضو يعني بالنسبه للجامعات التكنولوجيه بناخد جزء من طلبه الثانويه العامه والغالبيه بناخدها من طلاب الدبلومات الفنيه وطبعا فيها تخصصات فريده جدا وتخصصات متنوعه لاولادنا تتفق مع سوق العمل مع سوق العمل كلها تتفق مع سوق العمل يعني. آليات التقديم في الكليات التكنولوجيه دي هي الآليات المتعارف عليها لباقي الكليات كله
نفس الوضع بالنسبه لاي كليه، نفس جامعه التكنولوجيا، نفس على موقع التنسيق الطالب يخش يكتب الرغبه بتاعته وكل حاجه بنفس اليات التنسيق العادي كلها. سواء هو درس في مدارس تكنولوجيه ده مش هيديه يعني اولويه مثلا انه يدخل الكليات دي او الجامعات دي. لا بص حضرتك، احنا دلوقتي دي فتره امتحانات قدرات بالنسبه لثانويه عامه، هنفتح قدرات برضه بالنسبه للدبلومات الفنيه. كله بالمجموع، الطالب نجح في قدرات، ما هو الطالب لو جايب 100% وما نجحش في قدرات مش هيدخلها. معايا؟ يعني الكليات دي الذكاء الاصطناعي وكل الكليات المستحدثه دي فيها امتحانات قدرات. فيها امتحان قدرات. ده امتحان قدرات. الطالب اللي هينجح في قدرات هيخش الكليه دي، هيخش الجامعه دي. طيب انا كنت سالت حضرتك انه اللي عدى سنه في الكليه وعايز يحول تنسيقه بيكون عامل ازاي؟ لا ده منه للجامعه، بين الجامعه بقى. احنا طبعا احنا كوزاره تعليم عالي احنا مسؤولين عن التنسيق بالنسبه للمرحله، بالنسبه لمرحله التنسيق لدخوله الطالب الجامعه. الطالب مثلا بعد كده حب يغير رايه وحاول من كليه لكليه، ده بتبقى موافقه الجامعتين، الجامعه لازم الجامعه دي توافق والجامعه دي توافق عشان الطالب يحاول بين الجامعتين نفسه. يعني ده شيء امر داخلي يعني. امر داخلي بين الجامعات نفسها. طيب هي الناس برضو بتتكلم على مساله تقدير امتحانات القدرات دي بيكون ايه الياته او ايه معاييره؟ هو الامتحانات يعني مثلا بالنسبه لامتحانات الاعلام، يعني احنا بدل في رحاب الاعلام نتكلم عن كليه الاعلام، ده بتعمل امتحان معلومات عامه غالبيا، يعني مثلا السؤال مثلا مين الاساس جريده الفلانيه، ايه الاحداث الجاريه اللي موجوده دلوقتي. طبعا الطالب اللي ما يعرفش الاحداث الجاريه اللي موجوده او المعلومات العامه دي ما ينفعش يخش كليه زي كده، ولا مش معايا حضرتك؟ يعني لازم يبقى معلومات عامه عنده بالاساس، قدر كافي من معلومات عامه بالاساس، مش امتحان يعني. امتحان يعني مش تعقيد، هو ده اللي احنا عايزينه. لا هو بيقيس موهبه الطالب، هل الطالب ده عنده الاستعداد ان هو يبقى ان هو يشتغل في هذا المجال ولا ما يشتغلش فيه. عنده قدر من التعلم مش عنده بس قدر تعليم. عنده قدر ولو قدر بسيط يعني. طيب في مكتب شكاوى الوزاره استحدثته، لو اعرف يعني آليته ايه؟ احنا عندنا هروح له لو ايه اللي حصل. طبعا عندنا مكتب التنسيق الرئيسي ده في جامعه عين شمس، المدينه الجامعيه جامعه عين شمس، ده بالنسبه للشهاده الثانويه العامه المعادله، استاذ ثانويه عامه والمعادله العربيه والاجنبيه. وعندنا مكتب تنسيق في جامعه القاهره لطلاب الدبلومات الفنيه. لو اي طالب عنده اي مشكله بيتوجه للمكان دوت ويسال، هناك ناس موظفين متخصصين بيردوا على جميع الاستفسارات لابنائنا الطلاب. طيب توزيع الجغرافي للكليات زي كليه التربيه مثلا، كلية التربية إقليمية، يعني كلية التربية والتمريض، كلية التربية والتمريض ده إقليمي. بالنسبة لباقي الكليات كلها جغرافي يعني. يعني إقليمي لو أنا من المنوفية ما أقدرش أروح أدخل كلية التربية أو كلية التمريض في جامعة تانية حتى لو مجموعي جايب ده؟ لا 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 لا، هي كلية التربية طبعاً من أيام ما كنت أنا في ثانوية عامة. التربية إقليمية، أنا ما أكتبش إلا كلية التربية بس. تربية لأن هو الهدف منه إيه؟ عشان خاطر بس نقدر نسد العجز بالنسبة للتمريض والمدرسين، إن هو ما يتغربش ويشتغل في محافظته. لأن الناس تقول لك ما طب مثلا فيها، لا الطب يعني الطب جغرافي، الطب جغرافي في أي حتة أو في أي محافظة. كل كليات جغرافي ما عدا كليات التمريض وكليات التربية. طيب احنا بنتكلم على 700,000 طالب في الثانوية العامة، الحجم المتوقع دخوله في الجامعات الأهلية في العام الدراسي الجديد؟ احنا بالنسبه طبعا بالنسبه لحضرتك بتتكلم على الجامعات الاهليه ولا الجامعات الحكوميه؟ الجامعات الاهليه طبعا. احنا كمكتب التنسيق من حق اي طالب، احنا طبعا الطلبه دول 700,000 دول دخلوا الامتحان، احنا مش عارفين ينجح منهم قد ايه. صحيح. اي طالب مهما لو افرض بالفرض نجح 6000 مثلا، 600,000 طالب، كل طالب من حقه يقدم في مكتب التنسيق. بالنسبه للجامعات الاهليه، الطالب بالنسبه للجامعات الاهليه ده من حقه الطالب يقدم في مكتب التنسيق الحكومي، ويقدم في الجامعات الخاصه، ويقدم في الجامعات الاهليه. ده متاح لكل الطلبه عموما يعني. طيب يعني انا عارفه انه لسه ما فيش توقعات اوليه ولا مؤشرات اوليه للتنسيق السنه دي، لكن مثلا كليه زي الطب طالبه عدد قد ايه؟ لا لسه الاعداد ما جاتلناش من مجلس على الجامعات. يعني دلوقتي طبعا احنا بنقدر مجرد ما نتيجه الثانويه العامه بتجي لنا بنعمل التوقع بتاعنا وبيجي لنا الاعداد كلها من المجلس على الجامعات. كل كليه لها العدد المحدد قبلها، وبنحط الكلام ده على موقع التنسيق. طيب التنسيق بين الكليات الحكوميه او الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه، الفرق؟ طبعا بالنسبه للجامعات الحكوميه، الجامعات الحكوميه بتبقى مجموعها اعلى شويه. مجموعة على شوية، وده طبعا ده مجاني، تعليم مجاني للدولة. بالنسبة للجامعات الخاصة بيبقى إلى حد ما الحد الأدنى بالنسبة للقبول فيها أقل من الحد الأدنى للجامعات الحكومية. ده معروف طول عمره يعني. بس يعني طب واخد 91 مثلا في الجامعات الحكومية،
نسبة تحديد بقى الجامعات الخاصة تاخد كم في طب بيتم ازاي؟ بنحسبها ازاي؟ بعد اعلان نتائج الثانوية العامة احنا ما نقدرش نتكلم في حاجة الوقت لحد ادنى جامعات خاصة لحد ادنى حكومي. احنا مجرد ما بتجيلنا النتيجة بنعمل حاجة اسمها تحليل وتحليل المجاميع التكرارية. بنشوف الطلبة اللي جايبين مثلا فوق 90% اللي فوق 85%، وعلى ضوء كده بنقدر نقول الشريحة ديت فيها كم ألف طالب والشريحة دي فيها كم ألف طالب، ونقدر نحدد الحد الأدنى لقطاعات الطب، الصيدلة، طب الأسنان، حتى بالنسبة للجامعات الخاصة. طيب معلش هرجع لحضرتك لأن التساؤلات كلها على موضوع التحويل. العام الدراسي الجديد ابتدى، مسموح له يحول بعد قد ايه من بداية العام الدراسي الجديد؟ لا التحويل الإلكتروني برضه يعني التحويل، احنا كل الكلام ده بيخلص قبل بداية العام الدراسي. يعني احنا بالنسبة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بنعمل بنفتح مرحلة تقليل اغتراب 5 أيام وبعد كده بنعلن النتيجة. احنا ما بنسيبش الطالب لعند ما يخش الدراسة، يعني كل الطلبة لازم تكون مسكنة ومتحولة، ولو طالب في تحويل قبل بداية العام الدراسي ده تعليمات لينا ما حدش يقدر يتأخر فيها، يعني انه ما يحصلش مشكلة مع بداية العام الدراسي. لا يكون بداية العام الدراسي مع بداية العام الدراسي بتكون الكشوف كلها، كل كشوف اسامي الطلبة اللي رايحين والتظلمات خلصت والدور الثاني خلص، كل الاسامي كلها تكون اتبعت للجامعات كلها. كل الطلبة كلها. طيب عايزة من حضرتك كده روجيتا للناس وهي داخلة على التقديم على الموقع الالكتروني وان هم بيملوا رغباتهم. يعني اولا بالنسبه للطلبه، اولا هيبقى هو الطالب ليه كام رغبه دلوقتي؟ 75 رغبه. 75 في شقين بالنسبه للطالب بتاع القدرات، يا ريت اي واحد عاوز يقدم قدرات يقدم قدرات في الفتره دي. ده خلاص خلصنا من القدرات لان مش هنفتحها تاني، بس عشان خاطر بعد ما نخلص القدرات يجي طالب يقول لك اصل انا نسيت، اصل انا كنت مسافر، اصل انا ما اعرفش. طبعا الدنيا كلها بتتكلم، كل الاعلام وكل الجرايد وكل الكلام ده بيتكلم، فالطالب اللي عاوز يقدم قدرات يقدم. بالنسبه بقى للتنسيق بقى، الطالب يركز وعاوز ايه، يعني الطالب يركز هو عاوز ايه من الوقت، يعني كل طالب عارف في الرينج بتاع مجموعه، عارف يعني كل طالب كل طالب محدد هو عاوز اتجاهه، هيدرس طب، هيدرس هندسه، هيدرس علوم، هيدرس صيدله، هيدرس حقوق، كل طالب يركز وعاوز ايه. وما يجي يكتب الرغبات ما يجي يكتب رغباته يكتب كل الكليات، ما يكتبش مثلا عندنا مثلا 20 كليه طب ما يكتبش 15 يسيب 5، عندنا مثلا كذا كليه حقوق ما يكتبش 20 كليه ويسيب الباقي، هكذا يعني. طالما هو عايز حقوق يبقى يكتب كل حقوق على مستوى الجمهوريه اللي موجود، كل حقوق على مستوى الجمهوريه كلها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف العام على قطاع التنسيق. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على وجودك معانا. ان شاء الله عام دراسي موفق باذن الله لكل الطلبه. متشكرين كده. مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، ونشوفكم دايما على الف خير. شكرا يا فندم.